أعزائي مشاهدين، أهلا بيكم في برنامجكم من حقك تفهم. معنا مرة تانية حضرة القسيس الدكتور سامح موريس. أهلا بيكي دكتور. أهلا بيك. معنا هبة. أهلا بيكي هبة. وهنبتدي البرنامج بتاعنا بحضرتك تلخص لنا الحلقتين ثلاثة اللي فاتوا، وكان فيهم كمية حاجات كثيرة جدا. مظبوط. احنا الجزء الأخير اللي اتناقشنا فيه، وكان فيه مجموعة كبيرة قوي من الأسئلة انتوا ابتديتوا بيها، وقلت لكم خلينا ناخدها واحدة واحدة عليا. مظبوط. بنتكلم عن مين هو المسيحي، مين الشخص دوت، احنا بنؤمن بيه ايه، ومكتوب عنه ايه، ليه. فتكلمنا عن فكرة ان يسوع المسيح ابن الانسان ابن الله، الكلمة الازلي الذي كان عند الله وهو الله، صار جسدا وحل بيننا وعاش بيننا. فتكلمنا ان شخص يسوع المسيح دوت شخص يحمل طبيعتين، إنسان كامل وإله كامل. وراني مين ربنا، وراني مين الإنسان. وقلنا أنه الصورة دي مش إحنا اللي ألفناها، مش إحنا اللي ابتكرناها، إحنا لقيناها كده في الكتاب. هو قال على روحه أنا ابن الإنسان، أنا ابن الله، أنا ابن الإنسان، أنا ابن الله. هو سمي يسوع والمسيح. فالمسيح ده لما بنقرأ عنه في العهد القديم شخص غير بقية البشر، واليهود لازالوا مستنين الشخص ده الذي غير بقية البشر. مظبوط. ولما حكموا عليه بالموت، حكموا عليه بالموت لانه قال انا ابن الله، اي جعل نفسه مساويا. فابن الله مش معناه ربنا اتجوز وخلف، ابن الله مش معناه ربنا بيولد، ربنا ما بيولدش، ربنا ما بيخلفش، لكن ابن الله بمعناه انه يحمل الطبيعه الالهيه، الله الظاهر في الجسد. وبعدين الجزء الثاني اللي اتكلمنا فيه قلنا ليه ربنا يتجسد، ليه ربنا يأتي إلى هذا العالم بالصورة المتواضعة الأكثر من أي واحد يتخيل أن ربنا ممكن يبقى متواضع بالشكل ده. هل في ضرورة ولا ما تدخلش ما إيه لازمتها؟ ما يعني ما حدش يقدم تضحية كبيرة أو من غير لازمة، لازم يبقى ليها لازمة كبيرة قوي عشان يبقى مقنعة أن تعمل حاجة غير عادية. تجسد حدث ما يخطرش على بال الإنسان، هل كان ليه ضرورة ولا لا؟ تكلمنا عن ثلاث حاجات فاكرين، وقلنا يصلح صورة ربنا المشوهة. واحنا النهارده فاهمين مين ربنا لان شفناها في المسيح، اله جميل جدا اقدر احبه واعرف اعيش معاه. صلح صورتي عن نفسي، ففهمت انا يا انسان يعني ايه اعيش الانسان اللي ربنا خلقه، لان شفته بيعيش، ومن طفل لغايه راجل كبير شفته بيتعامل مع البشر ازاي وبيتعامل ازاي كانسان بحت، مش مجرد بيستخدم قدراته الالهيه، فاقدر اتمثل بيه. والجزء الثالث اللي هو فكرة الفداء، الخلاص. فده اللي احنا وقفنا عنده، هو ايه، ما هو التجسد، وتكلمنا عن الإخلاء ونظريات الإخلاء عشان يبقى مجرب مثلنا وعشان يبقى تارك لنا مثالا، وتكلمنا عن ليه الإخلاء وليه التجسد كان ضرورة وليس مجرد نظرية وهمية ملهاش معنى. ليه دايما كان ليه علاقة باليهود، ما كانش ليه علاقة بالمصر، ما كانش ليه، لماذا أظهر نفسه للمجموعة دي فقط؟ هو اتولد في هذا المكان، هو عاش في هذا المكان، هو زي ما بيقول في يوحنا 1:12 إلى خاصته جاء. ليه؟ لأن دول اللي مستنين المسيح. ما هو قعدش، ما احنا قلنا كان ليه ربنا عمل شعب، مش قلنا الكلام ده؟ ليه ربنا عمل شعب؟ إيه كان احتياجه لشعب؟ عشان البشرية محتاج شعب عشان يقدر يتكلم معهم عبر عصور، فيبقى عندنا الكتاب من غير شعب كده ده بيكلمه بحاجة وده بيكلم، مين حيلم الحاجة ومين حيحافظ عليها؟ فأنا محتاج لشعب أقدر أتكلم معاه وأمشي معاه الرحلة ديت. لماذا هذا الشعب؟ ما سألتش حضرتك ليه الشعب ده؟ عشان خاطر إبراهيم، هو دعا إبراهيم، إبراهيم أطاع وصدق وآمن على غير الرجاء وعلى غير المعقول وغير المنظور، أنه امراته العاقر تنجب لما تكون عندها 90 سنة وعنده 100 سنة، وبعد أن انقطعت لها عادة النساء صدق اللي ما يصدقوش حد. فربنا بسبب الإيمان دوت دخل معاه في عهد أنه أنت اللي هعمل منك شعب. الشعب ده يأتي منه المسيح، يبقى كان هدف الشعب أن يأتي منه المسيح، وتبقى اللي قبليه ده نبوات تتكلم عنه، فلما يجي نعرف أن إيه هو ده، لو ما فيش نبوات عنه جه هعرف منين أن هو ده. فجال الناس دي ليه؟ لأن الناس دي مستنيها. قال الناس دي ليه؟ لأن الناس دي عندها العهد القديم وعندها النبوات، ويكمل الحدوتة زي ما قلنا جاء عشان يكملها، بمعنى مش يضيف له، عشان يتممها
فالمسيح جالهم هم عشان منهم يوصل للعالم. لما 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 خلص وقال قد أكمل وقام من بين الأموات، أرسل التلاميذ قال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع وخدوا الإنجيل ده، أنا الإنجيل، خدوه للناس كله. فهو لم يأتي لهم، هو جاء في الحتة دي عشان دي الناس اللي فاهمة، واللي فاهم هو اللي مين، هو اللي صلبه. فتتمم بقية النبوة، لأن كمية النبوات اللي عن الصليب وحنجيلها لما نتكلم عن رهيبة. يعني احنا عندنا كمية نبوات عن الصلب وتفاصيل الصلب، حتى هدومه هيحصل فيها ايه موجودة في العهد القديم. فليتمم كل شيء للناس اللي عندها العهد القديم، ومنهم يخرج هذا الإنجيل للعالم كله. أظن حتى الآن المسيحيين من خلفية يهودية قلة قليلة جدا في العالم، والمسيحيين من خلفيات القبائل والأمم هم الغالبية الأكثرية. فلم يأتي المسيح لهم فقط، لكن جاء من هنا عشان من هنا يطلع ليه العالم كله. أغلب المخلوقات الضعيفة ما تقدرش تعيش وحدها، لازم تمشي في قطيع، والقطيع ليه قائد، والقائد هو الوحيد اللي بيستعمل دماغه. يعني 20 أو 30 يلغوا عينيهم ودماغهم ويمشوا مربوطين ورا بعض زي عربيات القطر ورا الجرار. بس الإنسان مش عربية في قطر، الإنسان ما تعملش عشان يمشي على قضبان، الإنسان ليه عقل لازم يحترمه، وليه عينين لازم يستفيد بيها. ماشي قطيع الغنم مدفوع ورا بعضه، نازل في بحر غريق والجهل بيساعده، كان نفسه يقدر يفكر بس الرياح بتشده، وازاي في وسط القطيع يقدر يفكر وحده وبيمشي تايه. هل أنت فاهم فكرة الثالوث؟ فكرة الثالوث بالنسبة لي مفهوم، هي سهلة وفي الوقت نفسه صعبة، محدش مستوعبها قوي. مش فاهم فكرة الثالوث، لكن أنا بقبلها بالإيمان زي ما أعلنها الكتاب المقدس. أنا فاهم فكرة الثالوث، هي عبارة عن إن كلمة الله الأب تجسدت في الأب بتوحد مع روح القدس. أنا شخصيا مقتنع جدا عقليا وروحيا وإيمانيا بفكرة الثالوث المقدس، الآب والابن والروح القدس. فاهمة فكرة الثالوث. فكرة الثالوث يعني عارفها على قد معرفتي يعني. فاهم فكرة الثالوث طبعا. أنا غير فاهم فكرة الثالوث. أكيد فاهم فكرة الثالوث. أيوة أنا فاهم فكرة الثالوث. شوية أعرفها. اللي هو الآب والابن والروح القدس. أيوة أنا فاهم فكرة الثالوث. الأقانيم والتثليث. أيوة. أنا يعني إحنا عمالين نأجلك بقالنا كم حلقة. حاسس إن ممكن نخلصها في 5 دقايق. الإيميل اللي جالنا بيقول تدعون أن الآب والابن والروح القدس 3 أقانيم متحدة. دي كلمة لوحدها تتخذ في حلقة. فهل تعتمد هذه الأقانيم على بعضها البعض؟ وهل لكل منها وظيفة لا يستطيع الآخر أن يقوم بها؟ إذا كانوا يعتمدون على بعضهم البعض فليس أي منهم إله. وعندنا لقب ثالث اللي هو الروح القدس. مظبوط. فبي عندنا الآب والابن والروح القدس. مزبوط. وهنا بيسأل هل كل واحد فيهم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. طول النهار بنقولها. مظبوط. هنا بيسأل هل كل واحد ليه وظيفة غير التاني؟ ولو كل واحد ليه وظيفة يبقى مش كل واحد، يبقى كل واحد إله. يبقى مش إله واحد. مزبوط. هل كل واحد بيعتمد على الآخر؟ لا. طيب خليني أقول في الأول أنه قبل ما نتطرق لتفاصيل القضية دي محتاجين نفهمها الأول. وأنا مثالي أن إحنا عدد كبير جدا من المسيحيين هو مش فاهم إيه الموضوع أصلا، لأن إحنا بنتولد في هذا الإيمان من غير ما نسأله.
ولما الناس بتسألنا مش بنعرف نجاوب، لأن أنا أصلا ما سألتش نفسي هذا السؤال عشان أحصل على إجابة وافية لي أقدر أشرحها. هم كده لغير. هو كده هو كده. فدلوقتي من حقك إيه؟ تفهم. عشان كده من حقك إيه؟ تسأل. فأنت من حقك تسأل. خليني أشرح إيه الفكرة أصلا، الفكرة أصلا، وناخدها بطريقة منطقية برا الكتاب. هل التفكير المنطقي يوصلني إلى إيه في طبيعة الله وذاته؟ مظبوط. وبعدين نشرحها، وبعدين نقول هل الكتاب قال كده ولا ما قالش كده. فيبقى الكتاب قال ايه، وهل الكلام ده منطقي، ولا مش منطقي. طيب انا عايزكم يعني ايه تمشوا معايا، احنا عايزين نتكلم بالعقل والمنطق واحده ورا الثانيه. مظبوط كده؟ مظبوط. هنمشي من نظريه الاحتمالات كاننا ما نعرفش حاجه، ونبتدي من الاول خالص. مظبوط. الله، الاحتمال ان الله ده يكون يا اما واحد او متعدد، كتار زي قدماء المصريين، قال لك ربنا ده كتير، مش كده؟ ايزيس واوزوريس وحورس وراع وبع وتع واسماء ملهاش اول من اخر. كويس. ف الله بالعقل ينفع يبقى واحد ولا كتير؟ ومش زي قدماء المصريين، ما زال يعني في الهند 300 مليون إله مثلا، ما فيش مشاكل. عايزين الأول نجاوب على السؤال ده، ربنا واحد ولا متعدد؟ أنت رأيك إيه؟ بالإيمان؟ لا مش بالإيمان، بالعقل. بالعقل هو واحد. ليه؟ هو ليه الله أنت واحد. بالعقل بقول ربنا واحد مش كتار؟ واحد بس العمل السيستم، النظام ده كله، عشان في نظام يبقى واحد العمله؟ مجموعة متفاهمة من الناس قاعدة تعمل نظام، يا مش شركات بيبقى الستيرينج كوميتي مجموعة وبيحطوا نظام واحد. يعني حضرتك رأيك ان هم متعدد؟ لا انا بقول لك ليه انت اخترت ده، ليه؟ ده اللي اتعلمناه. ليه؟ ما احنا اتفقنا اي حاجة لازم يبقى ايه، وتاني سؤال ايه ليه؟ انت قلت ايه؟ انت بتقول ربنا واحد، الايمان المسيحي واحد، الرب الهك رب واحد. ليه لازم يبقى واحد؟ ليه ما ينفعش يبقى ده؟ ليه الاحتمال ده مرفوض؟ انت قلت ده مرفوض وده صح، ليه؟ علميا، فكريا، منطقيا، بره الكتب السماويه. ليه اخناتون قال يا جماعه ربنا الله واحد، ازاي انتوا بتقولوا كتار؟ ليه وحد الالهه وقال هو اله واحد وكسر التماثيل الثانيه وبعدين هاجوا عليه بعدها وقالوا انت مخرف؟ ليه؟ ليه واحد كده اخناتون لوحده كده لوحده وسط سنين من تعدد؟ قال لي يا جماعه ما ينفعش، هو لازم يبقى واحد. يعني مش عارف انتوا مقتنعين بحاجه مش عارفين ليه. لا انا بحاول ادي اجابه منطقيه. أيوة. يعني اول مره اعصر دماغي احاول اطلع اجابه. في حاجات كتير قوي حياتنا اخذناها مسلمات. كويس. وما حاولناش نفكر. وانا اللي بسالكم انا دلوقتي، ودلوقتي حضرتك تسالنا لانه احنا ما لقيناش اجوبه. لان الله غير محدود لا نهائي، الخالق لازم يكون غير محدود. لو الله مش لا نهائي ما يقدرش يخلق. هل الما لا نهايه ممكن تبقى 2 او 3 او 4؟ في حاجه اسمها 3 ما لا نهايه في الحساب؟ لا. في 4 ما لا نهايه؟ لا. في 10 ما لا نهايه؟ دايما الما لا نهايه ايه؟ واحده. الاجابه واضحه. الله عشان يكون موجود وخالق لازم يبقى ما لا نهايه، صح؟ مظبوط. كويس. في كم ما لا نهايه؟ هي ما لا نهايه، ما هي ما لا نهايه. يبقى التعدد مرفوض والوحدانية مقبولة من غير كتب مقدسة، ولا أنا غلط؟ لا 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 منطقي. كويس قوي. الواحد ده وحدة بسيطة ولا وحدة جامعة؟ يعني إيه؟ يعني إيه كلمة ما لا نهاية؟ الما لا نهاية دي وحدة بسيطة جامعة ولا جامعة؟ جامعة. ما ينفعش تكون بسيطة. ينفع تبقى بسيطة؟ الما لا نهاية واحدة بسيطة ولا واحدة جامعة؟ جامعة في كل حاجة، ما لا نهاية كل حاجة، تشمل كل شيء. طبعا. تشمل ايه؟ كل شيء. كل شيء. يبقى أكيد الإجابة الصح دي، ويبقى دي ايه؟ مرفوضة. انتوا معايا دلوقتي؟ واضح الفكرة ديت؟ طيب الوحدة الجامعة ديت تقبل القسمة ولا لا تقبل القسمة؟ بما أنها جامعة واحدة يبقى تقبل القسمة. تجمع؟ لا طبعا. يبقى تقبل القسمة وكل واحدة فيها لا نهائية تقبل القسمة. يعني
مفهوم؟ انت رايك ايه؟ لا تقبل. لا تقبل. لا تقبل. ازاي؟ اقول لك ازاي؟ عشان ما لها نهايه ما بتتقسمش. لان ما لها نهايه ما بتتقسمش. ليه ما حضرتك نفتح الصفحه ونعمل حساب، يعني احنا لغايه دلوقتي ما جبناش سيره اي حاجه دينيه، احنا بنتكلم بايه؟ بالمنطق. كويس. لما انا اجيب ما لا نهايه واقسمها على ثلاثة يطلع كام؟ ما لا نهايه. تطلع ما لا نهايه. الما لا نهايه ديت اصغر من دي؟ ما لا، وهي هي ما لا نهايه. دي هي دي ولا لا؟ هي هي. تقبل الما لا نهايه القسمه؟ لا، لا تقبل القسم. اذا الله واحد جامع لا يقبل القسم، عشان هو لا ما لا نهايه، عشان ما لا نهايه، عشان دي طبيعته، والا يبقى مش موجود. يبقى التعدديه مرفوضه تماما. ما تقوليش انا بعبد آلهة كتير، انا ما تخشش عقلي اصلا. الحزب من غير الكتاب المقدس. طب طول الكتاب المقدس العهد القديم والجديد بيقول الرب الهك رب واحد. واحد تمام. هو الله وليس غيره. مظبوط. مظبوط. وليس غير وليس سواه. مظبوط. طول الوقت في العهد القديم والعهد الجديد والمسيح قال كده، اسمع يا اسرائيل الرب الهك رب واحد. انا والاب اثنين. واحد. واحد. بس واحد هنا مش معناها وان. وحدانية الله جامعة ولا تقبل القسمة. الله واحد جامع لا يقبل القسمة. لا يقبل القسمة. ما يتقسمش. عشان كده ما بنيجي نقول الآب والابن والروح القدس، مش بيتكلم عن ثلاثة. مش ثلاثة مقسومين متحدين. ثلاث أقانيم متحدين عاملين إله، ده مش إيماننا المسيحي. مين قال ده إيماننا المسيحي؟ هما مش ثلاثة عملوا شركة واحدة، فبقت الشركة واحدة بس هما ثلاثة، وكل واحد ليه دور وكل واحد ليه قدرات غير التاني. إطلاق. هما واحد فيهم إطلاق. إحنا مش بنقول كده. مش ده إيماننا المسيحي. الله واحد، وهذه الوحدة جامعة إنكلوسيف، وليست وحدة تقبل ما تتقسمش، ما يطلعش منها اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وعشرة، ما لا تقبل القسم. هل نتحدث عن إله لا نهائي؟ وهل رقم ما لا نهاية يقبل القسمة؟ هل وحدته بسيطة أم جامعة؟ وهل وحدته تقبل القسمة؟ الرب إلهك رب واحد، لكنه غير محدود ولا نهائي، تنوعه دون استقلال، كامل في ذاته، لا يزيد ولا ينقص. الله الموجود ده ينفع يبقى محدود؟ لا يصلح أن يكون محدود، وإلا يبقى خلص، مش كده؟ لازم يبقى غير محدود. لأنه غير محدود يبقى واحد، ولأنه غير محدود الوحدة دي لا يمكن تبقى بسيطة، لازم تبقى جامعة، ولأن الوحدة دي جامعة لا تقبل القسمة لأنها ما لا نهاية. فهمتوني؟ فالترتيب ده بديهي بحت، ملوش دعوة بأي حاجة. أي واحد هيفكر بطريقة منطقية علمية يوصل للاستنتاج ده، صح ولا غلط؟ سؤال عشان انهي دي. اتفضلي. الوحده الجامعه، ايوه، لا تقبل القسمه، صح. اي وحده جامعه لا تقبل القسمه، ولما أي تكون وحده جامعه لا نهائيه لا تقبل القسمه. لا نهائي طبعا، لكن مش اي وحده جامعه طبعا. يعني لازم تكون من النوع ده اللا نهائي. لو الجزء الميه يقبل، يقبل القسمه، لانه مش لا نهائي، لانه محدود، مكون من H2O، عبارة عن أكسجين واثنين هيدروجين بيعملوا مية. أقدر أقسمها وأطلع منها ثلاث ذرات، ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين. الوحدة المركبة ثلاث جزيئات اتحدوا مع بعض عملوا حاجة جديدة اسمها مية. يعني الأكسجين
والهيدروجين مش مية. لما الثلاثة دول اتلموا على بعض عملوا ايه؟ عملوا مية، عملوا حاجة تانية خالص. لما بيتفكوا ما بيتحولوش لثلاث أنواع من المية، لحاجتين غير بعض خالص، أكسجين وهيدروجين. دي وحدة جامعة؟ دي وحدة، لا دي وحدة مركبة. مركبة، دي مش جامعة، مركبة. فالوحدة المركبة يصلح انها ايه؟ تتقسم، ولما تتقسم تطلع حاجات غير الايه؟ غير النتيجة. الوحدة الجامعة انكلوسيف هي الانفينيتي، هي اللامحدود اللي هي الله ذاته. فاللامحدود الأصيل بتاع هذا الكون هو الله. المرجع القوانين العلمية اللي بترجع دايما انه لازم يبقى فيه انفينيتي، لازم يبقى فيه ما لا نهاية عشان نقيس في الفيزيكس، في نقيس في الطبيعة، هو ربنا. الانفينيتي بتاعت الحساب فاخد بالك هي ربنا. فالانفينيتي الحقيقي اللامحدود الحقيقي الذي اوجد هذا الوجود واللي بترجع اليه القوانين العلمية والأدبية والأخلاقية هو الله ذاته. انا ما فتحتش الكتاب لسه، ما قلتش حاجة. احنا كده معترفين ان الله غير محدود. وفي داخل هذا اللا محدود جامع. يعني ايه جامع؟ يعني ايه بقى ايه يجمع مجموعة حاجات؟ الكلمة دي يجمع ايه جامع دي؟ نفهم بقى، نقلب الصفحة ونشوف ايه حكاية بقى ايه جامع دي. قلنا لا يقبل القسمة، خلاص لا يقبل القسمة، اتفقنا على يقبل القسمة. طيب الصفحة اللي بعدها، يعني ايه وحدة جامعة؟ يعني ايه وحدة جامعة؟ لأنها إنفينيتي. يعني إيه وحدة جامعة؟ عشان نفهم الفكرة ديت، ربنا عمل في الخليقة حاجة موجودة في جميع قطاعات الخلق، في جميع قطاعات الخلق. اقطع الخليقة عند أي، اقطعها في أي حتة، اقطعها شمال، اقطعها يمين، اقطعها على برد، اقطعها من تحت، اقطعها من فوق، اقطعها في أي حتة، هتلاقي حاجة اسمها، حاجة اسمها في كل الخليقة بس محدودة لأنها في الخليقة، هنلاقي حاجة اسمها في كل جزء من وحدات الخليقة، ما نسميه الوحدة والتنوع. بالإنجليزي بيسموه unity and diversity. المادة تركيبتها على بعض، ها؟ عدد الحاجات لما بتلزق في بعض وتعمل نيوترون، عدد الحاجات بتلزق في بعض وتعمل بروتون، ولما بتدور حواليها الإلكترونز من برة بتعمل المادة. فإذا مش عارف كم واحدة بقوا أكسجين، ولو بقوا وكم واحدة يبقوا ذهب، ولو كم واحدة يبقوا حديد، ولو كم واحدة يبقوا هيليوم، صح كده؟ صح. فمجرد اختلاف عددهم بيغير الفيزيكال كاركترز بتاعتهم تماما، عشان الطبيعة، الصفات الطبيعية والإمكانيات الكيماوية بتاعتهم. فوحدة الخلق واحدة في تركيب المادة، لكن التنوع فيها عالي جدا، ما بين غازات وسوائل ومواد صلبة، والمواد الصلبة أنواع، والسائل ما بين الصلب والسائل اللي هو الزئبق، مظبوط كده؟ مظبوط. يعني تنوع مذهل لكن التركيب واحد، صح؟ صح صح صح. رد علي علميا، قول لي اه، قول لي اه، خدني على قد عقلي، قول لي اه. فالوحدة والتنوع على مستوى المادة، على مستوى المادة فلة، صح؟ طيب الفرق ما بين تركيبة الخلية النباتية وتركيبة الخلية الحيوانية، السيل ممبرين بتاعها، الغشاء اللي بيحيط بالخلية، ده اللي بيحددها تبقى نبات ولا حيوان. لكن في النص ميتروكوندريا ولايزوزوم ورايبوزوم ومش عارف وكلها زي بعض، والدي ان اي والار ان اي والستركشر بتاعها زي بعضها، لكن دي نبات وحيوان. الفرق ما بين الأميبا اللي هو حيوان أحادي الخلية والإنسان، الفرق في عدد الخلايا، خيالي ده واحد، وده خلايا. بلايين الخلايا حضرتك مكون من دوت. بس الفرق بقى في الكائن نفسه ما بين الأميبا وحضرتك فرق كبير جدا بين الاثنين، مع ان وحدة بنائتكم هي ايه؟ واحد. السيتوبلازم والنيوكليس والاندوبلازم، مظبوط. الفرق ما بينك وبين ورقة الشجر مهول، مع ان الوحدة البنائية بتاعتهم السيتوبلازم والنيوكليس والنواة بتاعتهم، مظبوط. فعلى مستوى الحياة الوحدة والتنوع موجودة بكثافة طول السكة، بلاش خد أي مقطع في أي جزء من المملكة الحيوانية، في القطط السيامي واللولو والمديو والحاجات اللي مش عارف ايه ديت، تمام، وفي النمر قطة، صح، قطة، النمر قطة والأسد قطة بس في سيامي ديت وفي الرومي وفي النمر والأسد، الأسد طلع قطة مش كلب، بلاش. الفلك نفس الحكاية، الفلك عبارة عن نجوم بتدور حولها كواكب مجمعة في مجرات.
النجوم عبارة عن كتل ملتهبة بسبب انفجارات نووية من الانشطار والاندماج. طبعا الشمس بتاعتنا اندماج مش انشطار، مش كده؟ ونتيجة عنها طلع ضوء وحرارة ومش عارف ايه، ونتيجة انها كتلة كبيرة، فالاجسام اللي بردت وده بتدور حواليها بتسوي كواكب، واللي اصغر منها تسمى اقمار، بالاقمار تدور حوالي كواكب، وكواكب بتدور حوالين النجوم. مظبوط. في كام نجم؟ في كام مجرة؟ مظبوط. نظام واحد، قانون الجاذبية بيحكمهم كلهم، الكتروماجنتيزم بتتحكم فيهم كلهم. في أي قطاع من الخليقة هتلاقي الحاجتين دول موجودين، الوحدة والتنوع. احنا قبل ما حضرة الأسيس نسأله أسئلة تانية وكمية المعلومات اللي خدناها كتيرة، ناخد فاصل ونرجع تاني. يا ريت. تفهم زي الباقيين. حتى لو كنت بتطلع على الأمور على استحياء، اعرف إن ده حقك وإن الله بينظر لأمانتك. ماشي قطيع الغنم مدفوع ورا بعضه، نازل 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 في بحر غريق والجهل بيساعده، كان نفسه يقدر يفكر بس الريح بتشده، كان نفسه يقدر يفكر بس الريح بتشده. ماشي 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 قطيع الغنم مدفوع ورا بعضه، نازل 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 في بحر غريق والجهل بيساعده، كان نفسه يقدر يفكر بس الريح بتشده، كان نفسه يقدر يفكر بس الريح بتشده. وازاي 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 ازاي في وسط القطيع يقدر يفكر وحده. ونرجع للكلام مع حضرتك. كويس، احنا اتفقنا، لو رجعنا اللي احنا قلناه، اتفقنا على السير المنطقي دوت، ان لو الله موجود يبقى لازم غير محدود، لا محدود معناه واحد، الواحد اللانهائي ما ينفعش يبقى بسيط، لازم يبقى جامع، الجامع اللانهائي ما ينفعش يقبل القسمة، لازم يكون لا يقبل القسمة، وشرحنا لا يقبل القسمة. مظبوط. وبعدين يعني ايه جامع لا يقبل القسمة؟ يعني ايه وحدة جامعة لا تقبل القسمة؟ وبعدين قلنا ان في الخليقة في مشهد مادي محدود يدينا فكرة عن يعني إيه جامع في تنوع دون انقسام. مظبوط. فقلنا الخليقة اللي ربنا صنعها تتميز بهذه الصفة في كل شيء، على مستوى المادة. مظبوط. على مستوى البيولوجي الكائن الحي، على مستوى الفلك، ودول ثلاث حاجات غير بعض لكن كلهم فيهم الوحدة والتنوع أو الوحدة والتنوع. على مستوى الإنسانية إحنا كلنا بشر، وحدة البشرية في إنسانيتها، لكن كل واحد زي ما في مش زي التاني، بينزلوا اتنين توينز، شخصيتين مختلفتين وبصمتين مختلفتين.
فالوحدة والتنوع موجودة في كل الخليقة. الوحدة والتنوع اللي موجودة في الخليقة بتفهمني، لكن مش زي الوحدة والتنوع في الذات الإلهية، لأن الوحدة والتنوع في الخليقة مادية محدودة، مظبوط؟ فإحنا الثلاثة واحد في الإنسانية، بس ثلاث شخصيات غير بعض، إمكانياتنا غير بعض، مظبوط مظبوط. لكن داخل اللانهائية في وحدة وتنوع لا يقبل الإيه؟ القسمة، لا يقبل القسمة. لكن لازم هذا التنوع في الذات الإلهية يبقى موجود، لازم يبقى جوه الله تنوع، وإلا ما يبقاش جامع، يبقى وحدة إيه؟ بسيطة. لازم يبقى جامع يجمع كل شيء، يجمع الأبوة، ولو في أبوة يبقى لازم يبقى فيه إيه؟ بنوة. بنوة، في أبوة من غير بنوة؟ فاهم؟ آه، الله جامع، محب، بيحب، بيحب مين؟ بيحب ذاته. يبقى ما بيحبش، بيحب اللي حواليه، بيبقى أناني، لازم بيحب حد. صح. طب الحد ده غيره؟ لا مش غيره، بس لازم يبقى متميز عنه عشان يبقى فيه إيه؟ ما هي مش ذاته، لو ذاته وحدة بسيطة يبقى بيحب إيه؟ نفسه، مظبوط؟ فلازم يبقى فيه تاني، بس التاني ده مش مستقل، مش مستقل، فيبقى فيه تنوع دون إيه؟ دون استقلال. يبقى في الوحدة الجامعة يوجد يوجد تنوع ويوجد وحدة دون استقلال. مفيش استقلال، احنا فينا تنوع، في وحدتنا فيها تنوع لكن فيها ايه؟ فيها استقلال. فالوحدة والتنوع اللي في الخليقة فيها التميز وفيها الوحدانية لكن فيها الاستقلال، اقدر ده غير ده. لكن في الذات الإلهية الوحدة الجامعة اللانهائية فيها وحدة وتنوع، والدائرة التالتة بتاعتها انها دون استقلال، دون استقلال. فيبقى لازم فالله في هذا الشخص الغير محدود توجد علاقة، في علاقة موجودة أزلية في داخله، والعلاقة دي تبقى حب. ليه لازم توجد علاقة؟ لأن لو ما فيش علاقة يبقى الله لما خلق الخلائق التانية دخل في حاجة ما كانش عنده منها، يعني كان ناقص حاجة، بالضبط كده، فعمل حاجة أوجدت له شيء لم يكن عنده، يبقى الله ناقص لأن أضيف إليه شيء. لكن يعني نحط مبدأ من مبادئ اللي متناقش عليها، إنه الله ما ينفعش يطرق عليه أي طبعا تغيير لأنه من كامل. أي نوع، لأنه كامل في ذاته، لا يتغير لا يزيد ولا ينقص، لأنه كامل في ذاته، لأنه ما لا نهاية، يحتوي كل شيء يعمله. فهو لما بيعمل الوحدة والتنوع لأنه جواه وحدة وتنوع، لما بيعمل كائنات ليها علاقة مع بعضها لأنه هو عنده علاقة مع بعضه، علاقة مع بعضه، علاقة مع بعضه، العلاقة موجودة هنا عشان كده عملها. فالخليقة بتعبر عن اللي جواه، وإلا ما يقدرش يعمل خليقة أعلى منه، ما يقدرش يعمل خليقة عندها حاجة هي مش عنده. عمل ناس بيحبوا بعض وعايشين مع بعض وأنا ما عنديش، إزاي جات له الفكرة دي أصلا منين؟ فاهم؟ إن يعمل آدم وحواء واليوم علاقة مع بعض والاثنين يصير واحد، وجابها منين الفكرة ديت لو هو ما عندوش هذه العلاقة في ذاته دون استقلال؟ آدم وحواء مستقلين عن بعض، لكن هو عنده ده دون استقلال، لأن الوحدة الجامعة لا تقبل الإيه؟ القسمة. فيبقى في وحدة وتنوع دون استقلال. الخليقة فيها وحدة وتنوع ومعها استقلال لأنها محدودة، لكن الخالق في وحدة وتنوع دون استقلال. اتفقنا وقلنا إيه؟ قلنا مخي يقدر يفهم لكن مش ممكن يتخيل حاجات معينة، ويتخيل الأشياء المحدودة، يقدر يفهم ولا يستطيع أن يتخيل كل ما هو إيه؟ غير محدود، بس أقدر أفهمه. فأنا عندي ثلاث حاجات مهمة جدا عشان نفهم بيها. إن الله، اتفقنا إن الله عشان هو ما لا نهاية، عشان هو ما لا نهاية، إذن الله واحد جامع غير لا يقبل القسم. لا يقبل القسم في التنوع، ولا هنتكلم عن بناء على ده. إذن الله الوحدة ديت تحوي وحدة وتنوع دون استقلال، دون استقلال. حضرتك بس تكتب دون استقلال. دون. ما كتبتش؟ لا دون استقلال.
وتنوع دون استقلال. اتفقنا على الحكاية ديت، وقلنا إذن الله لازم يكون عنده علاقة في ذاته قبل الخلق علشان ما يطرقش عليه تغيير. التغيير بالضبط، عشان ده مبدأ حتى، ولأنه لما خلق الخليقة عملها عشان تكون في علاقة. ليس جيدا أن يكون آدم وحده أصنع له معين النظير، مش كده؟ فخلق الإنسان مجتمع وأراد للإنسان أن يكون في علاقة معاه. فإزاي عايز الإنسان يبقى في علاقة معاه والله ما عندوش علاقة من قبل؟ إزاي الله محبة وهو لا يحب أحد قبل الخلق؟ كيف تكون طبيعته حب ورحمة وقداسة وبر وعدل وهو ما عندوش حد؟ ما فيش حد يحبه، ما فيش حد يبقى عادل معاه، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة خالص. يبقى كل الصفات دي ما كانتش موجودة وطرأت عليه عندما خلق. المنطق العقلاني الذي يقودني ان ربنا لازم يكون كده. عشان كده احد الفلاسفة الكبار الذي كان ملحدا ووصل للي احنا بنقول عليه دوت، واحد اسمه فرانسيس شيفر، وكتب 3 كتب تحفة، اعظم ما كتب في الفلسفة المسيحية على وجه الاطلاق، ودلوقتي بينزلوا الكتاب ده كتاب واحد، وبيقول كده escape from reason، الهروب من السبب، ان البشرية قررت لا تفكر بالمنطق فيما بعد لان المنطق بيقودها للايمان بربنا وليس العكس. وكتب كتاب تاني God who is there، الله الذي هو هناك، ويبقى شكله ايه. وبعدين كتب كتاب ثالث الله موجود وليس صامتا، he is there and he is not silent. في الثلاث حاجات دول بيثبت منطقيا فلسفيا بدون آية واحدة من الكتاب وجود الله، وان الله الموجود لازم يكون الاله ده اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس، وإلا يبقى الله مش موجود. وكتب عبارة مهمة جدا الثلاثية بتاعته اللي فيها الثلاث كتب دول، هما 3 كتب كانوا قبل كده دلوقتي بينزلوهم مع بعض رخصا والآخر. بيقول ايه؟ لو لم يكن الله هكذا ما امنت بوجود الله، لان يبقى الله ما بيجاوبش على الوجود، ويبقى الوجود اكثر رقيا من خالقه واكثر ثراء من خالقه، وهذا غير مستحيل للمنطق العقلاني. واضحه الفكره ديت؟ التلاته دول بالظبط اللي بيقوله الكتاب عن الله. واحد لا يتجزأ لا ينقسم، لكن الواحد ده داخله تميز، وهذا التميز دون استقلال. عارف كلمة أقنوم معناها إيه؟ الكنيسة هي اللي ألفت العبارة دي واستخدمتها، 3 أقانيم. يعني إيه كلمة أقنوم؟ كلمة أقنوم يعني شخصية متميزة غير مستقلة. ممكن حال أسيس معلش أتعبك تكتب لنا الكلام ده، كلمة أقنوم للسادة المشاهدين. كلمة أقنوم يعني اللي استخدمتها الكنيسة للتعبير عن الذات الإلهية. دي كلمة مش في الكتاب المقدس، دي كلمة مش في الكتاب المقدس، ودي كلمة باليوناني بيرسونا، الإنجليزي بتاعها بيرسون. كلمة أقنوم دي في العربي، بالعربي شخص، بالعربي بيرسون، بالإنجليزي شخص، لكن هي مش شخص، هي أقنوم. الكلمة دي بالعربي ملهاش نظير، لا تستطيع أن تستخدمها إلا في ربنا. بيرسونا دي لا تستطيع أن تستخدمها إلا على الذات الإلهية. ليه؟ لأن كلمة أقنوم بتقول حاجتين، بتقول تميز دون استقلال. ففي داخل الله هناك تميز اللي هو التنوع دون ايه؟ استقلال. يعني التميز هو التنوع، هو التنوع. تميز معناه التنوع. حضرتك تكتب لنا كده بالحاجات نقدر نبص عليها تاني ونربط. التميز هو ففي تميز، في الأبوة، في البنوة، في الذات، وفي الكلمة المنطوقة، في تميز داخل الله، فاهم؟ في الإكسبريشن، في التعبير الأبوي، مش كده؟ الله أبو الخليقة، ففي ذات الله الأبوة موجودة، متميزة الأبوة. والأبوة تعني إيه؟ البنوة. أبوة من غير بنوة ده مش موجودة، ما فيش حاجة اسمها أب من غير ابن، ما فيش ابن من غير أب، ما فيش أب. فالأبوة موجودة، البنوة موجودة في الذات الإلهية، فهناك تميز دون استقلال. الله روح، الله روح وليس مادة. فبنتكلم عن روح الله، ففي التميز. الله الروح الذي يهب، الذي يذهب، الذي يتراءى، الذي يستعلن، الذي يخترقنا كبشر، الذي يتعامل معنا. فإذا أنا بتكلم إن في داخل الله غير المحدود هناك تميز دون استقلال. أنا بقى عجز اللغة مش عارف يقولها أكتر من كده، عجز اللغة مش قادر يقول أكتر من كده. فلما الكتاب بيقول
أنا والآب واحد، أنا في أبي وأبي فيا. اللي احنا قلناه عقلاني ده، ده التعبير اللي استخدمته الكنيسة عشان نتكلم، أقنوم الآب، أقنوم الابن، أقنوم الروح القدس. كل واحد متميز لكن غير مستقلين عن بعض، وده اللي يخليني إذن في علاقة موجودة بين الآب والابن والروح القدس، من الحب موجودة والشركة موجودة. الله مارس هذا من قبل خلق الملائكة والناس وأي حاجة تانية خالص خالص خالص، من الأزل أزل أزل العلاقة موجودة في الذات الإلهية، لأنها علاقة جامعة تجمع كل التميز اللي احنا شفناه من التميز الآب والابن والروح القدس. احنا شفنا حاجات، لكن لما نقترب من الله، لما نصير مثله، عشان كده بيقول الكتاب الآن نعرف بعض المعرفة، حينئذ سنعرف كما عرفنا. احنا رأينا في الذات الإلهية ما نستطيع الآن أن نفهمه. واخد بال حضرتك؟ طيب، يعني الله في الآخر تلاتة، ما فيش رقم جوه الملا نهاية، في أرقام؟ لا لا ما لا نهاية. عشان كده الكتاب ما قالش ثالوث. مين اللي قال ثالوث؟ إحنا، عشان نشرح الفكرة. الكتاب قال كل اللي إحنا قلناه ده، شفنا المنظر ده، شفنا التميز ده، وشفنا الوحدة. طول ما بنتفرج على الكتاب المقدس في العهد القديم وفي العهد الجديد، هنلاقي في العهد القديم كده، هنلاقي في العهد القديم الجمع المفرد. أدي مثل في سفر التكوين، أول ما نقرأ في سفر التكوين بنقول كده: في البدء خلق الله السماوات والأرض. باللغة العبرية خلق مفرد الله إلوهيم، إلوهيم ده جمع الله، جمع مفرد. الكلمة دي تكررت كم مرة في العهد القديم؟ مئات المرات، مئات المرات. إلوهيم إلوهيم، بيجي يقول إيل بيت إيل، بيت الله إيل، في إيل في مفرد بيتقال إيل، بس بتتقال نسبتها أقل أو 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 من إلوهيم. ففي مفرد وفي الجمع. ليه بيفضل دايما استخدام الجمع؟ لأن الله جمع محدود. الله جمع. الملا نهاية دي، الملا نهاية دي تقدر تسميها جمع مفرد. هي مش الملا نهاية جمع مفرد؟ رد عليا. الملا نهاية في الآخر هي عبارة عن إيه؟ جمع مفرد. جمع طبعا. مفرد مش مفرد، ومش جمع قابل للإسمة، فهو جمع مفرد. الله كده جمع مفرد من الآخر كده. يعني إحنا بنقصد إنه يعني في الآخر كده المشكلة في الآخر فيها كده الترجمة. في الآخر كده الله جمع مفرد. عشان كده العهد القديم طول الوقت جمع مفرد جمع مفرد جمع مفرد جمع مفرد جمع مفرد، وحدة لا تقبل القسمة، لكن داخل هذا ال الوحدة تميز، يوجد تميز. وبعد بيقول إيه؟ نصنع الإنسان على صورتنا كشبهنا. تقول لي ده التعظيم، تقول لي ده لغة التعظيم، نحن حضارتنا زي الأتراك. أقول لك في اللغة العبرية الجمع لا يعبر عن التعظيم، اللغة دي لا تستخدم الجمع في التعظيم، بدليل أن بعد كده ما بتكلم عن ملوك نبوخذ نصر ما بيقولش أبدا نحن نبوخذ نصر، بيقول أنا نبوخذ نصر، أنا كورش، أنا داريوس الملك، ده إمبراطور، وبيقول أنا. لأن في العبري الجمع ملوش دعوة بالإيه؟ بالتعظيم، مش موجود. احنا في العربي حضارتنا ومش عارف ايه وجلالتنا وحضارتكم ومش عارف ايه، بنستخدم الجمع للتعظيم. في العبري لا يوجد، بدليل ان كل ما بيتكلم على ملوك اباطرة حكام بيتكلم باسم فرد، بيتكلم مفرد. فالجمع في العهد القديم لا يعبر عن التعظيم. الجمع جمع اللي هو كان منذ الازل، من التكوين، في البدء كان فيه الاب والابن والروح القدس. والابن والروح القدس طبعا. واحنا عشان كده بنشوف في يوحنا: به كان كل شيء، بالمسيح كان كل شيء، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فهو شريك في الخلق زيه زي الاب. وبعدين بنشوف هنا: وكان روح الله شريك في الخلق. طبعا. انت لما بتقول لي هم ثلاثه كل واحد ليه وظيفه، لا، الله خالقا، الله الاب والله الابن والروح القدس كل واحد خالقا دور. مش دور بمعنى ده بيوزعوا الادوار، لا، التميز موجود دون الاستقلال. بنشوف الاب بيغفر وبنشوف الابن بيغفر، ده التميز. التميز بيبان كأننا بنتميز، بنبين التميز، لكن طول الوقت هذا التميز مش معناه ان ده يقدر يعمل ده وده ما يقدرش يعمله، لان في الاخر اله ايه؟ واحد. انت هبة وهو جوزيف، فانتوا متميزين ومستقلين في اللانهائي، في الشخصية اللانهائية. التميز والتنوع موجود دون استقلال. أقدر أفهمها؟ أقدر أتخيلها؟ لا يمكن أتخيلها. إحنا هنسيب المال نهاية ونلتقي على خير ونفكر، وهنرجع بأسئلة تاني وناخد الملخص بتاع الحلقة العظيمة دي المرة الجاية ونكمل أسئلتنا فيها. شكرا.
هل نتحدث عن إله لا نهائي؟ وهل رقم ما لا نهاية يقبل القسمة؟ هل وحدته بسيطة أم جامعة؟ وهل وحدته تقبل القسمة؟ الرب إلهك رب واحد، لكنه غير محدود ولا نهائي، تنوعه دون استقلال، كامل في ذاته، لا يزيد ولا ينقص.